السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكاترتنا المحترمين. يلا نبدأ مع بعض كده شابتر جديد يا دكاترة، ألا وهو شابتر البونز. طيب يعني إيه يا دكاترة كلمة بونز؟ كلمة بونز يا دكاترة تعني العظم. يبقى إحنا دلوقتي هنبدأ شابتر إيه يا دكاترة؟ شابتر العظم. هنبدأ نتكلم عن الإيه العظم. طبعا هو بادئ معاك كده مقدمة ظريفة جدا، بيقول لك والله السكيلتون أو الجهاز الهيكلي اللي موجود في جسمك، خلاص من الاخر العظم اللي بيكون الجهاز الهيكلي في جسمك العظم، ماشي، السكيلتون ده يعتبر الفريم ورك. از ذا فريم ورك، يعني كلمه فريم ورك هو عباره عن الهيكل او الاطار، ماشي، ذات بروفايد ستراكشر تو ذا ريست اوف ذا بودي. يعني ايه ذات بروفايد ستراكشر تو ذا ريست اوف ذا بودي؟ يعني هو اللي بيمثل او بيمنح الهيئه او الشكل بتاعه الجسم بتاعنا. مفيش واحد فينا يا دكاتره هيقدر يقف ويصلب طوله الا بسبب وجود العمود الفقري، ماشي، مفيش واحد فينا صدره بالشكل اللي هو عليه الا بفضل وجود القفص الصدري، وهكذا قيس على كده. فالجهاز الهيكلي خلاص اللي بيتكون بصوره اساسيه عندنا من العظم هو دون اللي بيعمل بروفايدنج. يعني ايه بروفايدز دي؟ بروفايدز يعني يوفر الاستراكشر تو ذا ريست اوف ذا بادي، يعني هو اللي بيوفر الشكل او الهيئه بتاعه الجسم. خلاص، وزي ما اديتك المثال ان مثلا العمود الفقري بتاعك هو اللي بيمنحك القدره ان انت تبقى واقف صالب طولك كده وواقف مستقيم، بدون وجوده ولو او لو حصل مشكله فيه انت مش هتقدر تقف. خلاص، القفص الصدري هو اللي مدي الشكل بتاع الصدر اللي هو موجود عليه دلوقتي. طيب عظيم جدا الكلام ده يا دكتور، بالاضافه كمان ان هو فاسيليتيت الموفمنت. يعني فاسيليتيت الموفمنت ان هو بيسهل عمليه الحركه. طب ازاي يا دكتور بيسهل عمليه الحركه؟ بيبان الكلام ده قوي يا دكاتره مثلا في مفصل زي مفصل الركبه، ماشي، مفصل الركبه ده يا دكاتره خلاص يتكون من التقاء عظمتين. خلاص، العظمتين دول اهو، نجيب الصوره حتى بتاعته اهو زي ما انت شايف، ده المفصل بتاع الركبه، وبيتكون زي ما انت شايف من التقاء العظمه دي والتقاء العظمه دي. خلاص، وطبعا العظمتين دول هم اللي بيكونوا المفصل بس. وراح جاي حاطط ما يعرف باسم الكارتليج او الغضروف. الغضاريف دي يا دكاتره مهمه جدا 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 علشان سهوله الحركه بتاعه المفاصل. حتى احنا كده نسمع مثلا يقول لك واحد عنده تآكل في الغضروف او التهاب في الغضروف، فتلاقي عمليه الحركه بتاعته بقت صعبه، خاصه لو كان الغضروف بتاع الركبه، تمام. فالكارتليج او الغضاريف هي عباره عن زي ما تقول كده طبقه بتغطي العظم عند منطقه المفاصل بالذات. خلاص، واحنا كده كده هنبقى ندرسها بالتفصيل وبصوره ايه اوسع ان شاء الله. طيب، اخر حاجه موجوده عندنا الا وهي ايه دكاتره؟ الليجامنتس. يعني ايه كلمه ليجامنتس يا دكتور؟ الليجامنتس المقصود بيها الاربطه. مش احنا اتفقنا ان المفصل او المفاصل بتتكون اهو زي ما اتفقنا من العظمتين اللي بيلتقوا مع بعض؟ اه، وقلنا ان العظم زي ما اتفقنا في منطقه المفصل بيبقى متغطي بالغضروف علشان يقلل عمليه الاحتكاك. هتقول لي تمام يا دكتور، هقول لك بقى كمان المفاصل دي ربنا سبحانه وتعالى بيروح جاي رابطها باربطه، ماشي، اسمها ليجامنت. شايف كده في الصوره دي انا ملونها لك باللون الايه الاخضر ده، شايف العظمتين دول ملتقيين مع بعض، وشايف الاربطه اللي في الجنب دي اللي رابطه العظمتين مع بعض، هي دي يا دكتور الليجامنت او الاربطه، تمام. ومن اشهر الامثله على الاربطه دي الرباط الصليبي. الرباط الصليبي ده من الاربطه اللي بتبقى موجوده في مفصل الركبه، ماشي، وهي دي من اشهر الاصابات للاعبي كره القدم ان يحصل تمزق في الرباط الصليبي. فالاربطه دي يا دكاتره، تمام، او الليجامنت بتبقى زي ما اتفقنا موجوده عند المفصل خلاص او في منطقه المفاصل علشان ايه؟ تربط العظم زي ما انت شايف كده مع بعضه وتحافظ على استقراره وتحافظ على المفصل اللي قدامنا. يبقى انت كده فهمت ان الجهاز الهيكلي اللي هو السكيليتال سيستم اللي موجود في جسمك بيتكون من ثلاث مكونات اساسيه. اول حاجه العظم اللي هم هيكون عددهم 206 عظمه، تمام. تاني حاجه الكارتليج او الغضاريف، خلاص، اللي بتكون مغطيه زي ما اتفقنا الحته الاخيره غالبا في البون، ماشي، او في العظم علشان تقلل عمليه الاحتكاك عند الايه؟ عند المفاصل. وتالت حاجه الليجامنت او الاربطه واللي بتربط العظم ايه مع بعضه يا دكاتره. طيب تعالوا بسرعه كده يا دكاتره نطبق الكلام اللي احنا قلناه على النموذج بتاعنا. طبعا احنا قلنا ان الجهاز الهيكلي ده يا دكاتره بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن عظم وغضاريف او كارتليج بالاضافه لاربطه او ليجامنت، تمام؟ اولا العظم طبعا 206 عظم عددهم اللي هم واضحين قدام حضرتك في النموذج ده اللي هو العظم اللي موجود في جسمك كله، تمام. تاني حاجه الا وهي الغضاريف، والغضاريف يا دكاتره بتبقى موجوده عند النهايات بتاعه العظم سواء كانت النهايه اللي فوق او النهايه اللي تحت، تمام. يعني مثلا على سبيل المثال تعالوا ناخد العظمه بتاعه الفخد اهي، مثلا دي العظمه بتاعه الفخد او اسمها الفيمر، ناخدها كده لوحدها. بصوا كده يا دكاتره اهي دي العظمه بتاعه الفيمر، شايفين الجزء الابيض اللي فوق ده؟ اه ده غضروف، تمام. طيب شايفين الجزء الابيض اللي تحت ده؟ اه ده غضروف برضو يا دكاتره، تمام. فالغضاريف بتوجد في نهايات العظم سواء كانت النهايه اللي فوق او النهايه اللي تحت،
خلاص طيب، ليه يا دكتور بتوجد في النهايات؟ لأن العظم يا دكاترة زي ما احنا عارفين بيبقى متصل مع بعضه، عظمة بتتمفصل مع العظمة اللي تحتها، بتتمفصل مع عظمة تانية موجودة فوق طبعا، خلاص وهكذا. الجهاز الهيكلي بتاعك ماشي كده، ماشي على فكرة تمفصل العظم مع بعضه البعض. فربنا سبحانه وتعالى خلق الغضاريف دي علشان تقلل الاحتكاك ما بين العظم دون، وعلشان تسهل عملية الايه الحركة، تمام. طبعا الكلام ده زي ما اتفقنا بيبان قوي في مفصل الركبة، وتعالوا نشوفه كده سوا مع بعض. اهو يا دكاترة طبعا دي الحوض بتاعك، ودي العظمة بتاعة الفخذ بتاعتك، بالمناسبة بالانجلش اسمها عظمة الفيمر، اسمها عظمة الفيمر، تمام. نكبر كده اهو، ده المفصل طبعا بتاع مين؟ بتاع الركبة. اخر العظمة زي ما اتفقنا بيوجد الحتة البيضة دي اللي هي الكارتليج او الغضروف، تمام. وطبعا العظمة دي بتتمفصل مع العظمة اللي تحتها، العظمة التانية اهي اللي اسمها التيبيا بالمناسبة، اللي هي موجودة في الساق عندك. وفي منطقة التمفصل دي بيوجد الجوينت أو المفصل بتاع الركبة، وفي منطقة التمفصل بيوجد طبعا مين ده وده، اللي هما مين؟ الغضاريف. اللي فوق دون ده الغضروف بتاع العظمة اللي اسمها الفيمر زي ما اتفقنا، والغضروف اللي تحتيه ده بتاع عظمة التيبيا. طيب يا دكتور كده احنا شفنا الغضاريف، فين الأربطة؟ طيب تعالى نحط الأربطة. شايفين يا دكاترة الأربطة اهي، شايفين الأربطة اهي موجودة اهو عند المفصل زي ما انت شايف، رابطة العظمتين كويس مع بعض. بعد ما خلصنا يا دكاترة المقدمة البسيطة اللي اتكلمنا عنها دلوقتي، تعالوا ندخل على نقطة تانية ألا وهي الـ functions of skeletal system. بعد ما فهمنا الـ skeletal system ده وفهمنا إن هو بيتكون بصورة رئيسية من 3 أجزاء، البون أو العظم، الكارتليج أو الغضاريف، والليجامنت أو الأربطة، دول الحاجات اللي بيكونوا الـ skeletal system. دلوقتي هو عايز يديك الـ function، يعني إيه الـ function؟ الوظيفة بتاعة الـ skeletal system ده. قال لك احنا عندنا 3 وظائف اساسيه، والسؤال ده مهم علشان ممكن يجي لك ريتم او كتابه. اول حاجه ان هو forms a rigid framework of the body. يعني ايه كلمه forms؟ يعني يكون. rigid framework يعني هيكل قوي، هيكل قوي وصلب of the body، زي ما احنا اتكلمنا ودينا اشهر مثال على الموضوع ده ال vertebral column او العمود الفقري اللي بيساعدك على ان انت تقف منتصب، خلاص. فهو بيوفر، وكمان مثلا القفص الصدري اللي بيدي الصدر بتاعنا شكله، خلاص. فالحاجات دي كلها بتوفر rigid framework، ماشي، يعني هيكل سميك وقوي للجسم وبيديله الشكل بتاعه. تاني حاجة provides protection، يعني يوفر الحماية to the organs، يعني للأعضاء of the body بتاعت الجسم، from an external injury، يعني من أي إصابة خارجية. إزاي الكلام دون أو المثال بتاعه إيه؟ مثلا القفص الصدري بتاعك مش هو بيحوط الرئتين؟ علشان كده لو واحد مثلا ضربك في صدرك، ليه الرئتين رغم انها من الاعضاء الرخوه الهشه اللينه، لانها كلها عباره عن اكياس هوائيه، خلاص، او حويصلات هوائيه، رغم كده لما حد مثلا بيضربك في صدرك او لما بتقع على الارض ما بيحصلهاش حاجه؟ علشان القفص الصدري، زي ما انت مثلا شايف في الصوره دي، شايف ده القفص الصدري والرئتين بيبقوا جوه، القفص الصدري ده بيحمي الرئتين اللي جوه، وكذلك مثلا القفص الصدري بيحمي القلب مثلا، عشان كده لو حد خبطك بالبنية جامد في صدرك الموضوع ده بنسبة كبيرة ما بيأثرش. ليه ما بيأثرش عليك؟ علشان عندك القفص الصدري اللي حامي الأعضاء الداخلية بتاعتك. يبقى أنت كده فهمت معايا تاني نقطة. طيب تالت نقطة بيقول لك provide a leverage. يعني إيه provide leverage؟ provide leverage يعني يوفر القدرة for body movement، يعني بيساعد على عملية الموفمنت أو الحركة بواسطة طبعا الجوينت أو المفاصل اللي احنا اتكلمنا عنها، خلاص، واللي بتتغطى بالكارتريج وبتتمسك مع بعضها جامد بالليجامنت او واسطه الاربطه. وطبعا ان ربنا سبحانه وتعالى خلق السكيليتال سيستم بتاعنا بالوضع او بالوضعيه دي، ده ساعدنا جدا على الموفمنت، ماشي. علشان تفهم قصدي، تخيل لو كان مفيش مفاصل في جسمك وكان كل جسمك عباره عن عظم لازق في بعضه، يعني مثلا تعال على رجلك، تخيل ان ما فيهاش مفصل الركبه والعظمه بتاعه الفخذ لازقه في العظمه بتاعه الساق، خلاص، وما فيش مفصل الركبه، كنت هتعرف تتحرك بسهوله؟ اكيد لا. فبفضل وجود المفاصل دي، ده ادى الى ان عمليه الحركه عندنا بقت سهله وبقت كويسه جدا ومتاحه بفضل السكليتال سيستم، وهي دي النقطه الثالثه اللي بيكلمك عنها. تعالى يا دكاتره مع بعض بقى نشوف النقطه اللي بعد كده واللي بيكلمك عنها. بيقول لك ان السكيلتون، ماشي، وطالما وصلنا للنقطه دي انا عايز افرق لك برضو ما بين كلمه السكيلتون وما بين كلمه السكليتال سيستم عشان تبقى فاهم برضو الفرق ما بينهم. كلمة السكيلتون، السكيلتون ده الهيكل العظمي، المقصود بيه العظم بصورة أخص، تمام؟
اما السكيليتال سيستم ده السيستم كله، يعني العظم بالاربطه اللي هي الليجامنت بالكارتليج او بالغضاريف. فكلمه سكيليتال سيستم هي الكلمه الاكبر والاعم والاشمل، تمام؟ اما كلمه سكيليتون بتبقى مختصه اكتر بالعظم، مختصه اكتر بمين؟ بالعظم. طيب بيقول لك السكيليتون ده وان از ديفايدد انتو، يعني بينقسم ايه؟ بينقسم لجزئين. لما احنا مسكنا الهيكل العظمي بتاعنا لقينا ان في عظم يا شباب بيبقى موجود في محور الجسم، سميناه الاكزيال سكيلتون، ماشي؟ ايه الاكزيال سكيلتون ده؟ زي ما الصوره موضحه كده، العظم اللي بيبقى موجود في محور الجسم او في منتصف الجسم مش على الاطراف، يعني عظم الجمجمه موجود، طب العمود الفقري موجود، القفص الصدري والضلوع موجود، وهكذا. كل الحاجات دي زي ما انت شايف كده، وهنوضح طبعا بزياده لما نتكلم عنها تحت بالتفصيل دلوقتي. الفكره ان كل العظم ده اللي موجود في محور الجسم دون بنسميه الاكزيال سكيلتون، ماشي؟ ودي الحاجه او المجموعه الاولانيه اللي بنقسم السكيلتون ليها. يبقى السكيلتون بينقسم لمجموعتين، المجموعه الاولانيه الاكزيال سكيلتون، العظم اللي بيبقى موجود في محور الجسم. طيب المجموعه الثانيه حاجه اسمها ايه؟ ابنديكولار سكيلتون. يعني ايه ابنديكولار سكيلتون؟ كلمه ابنديكولار يعني العظم او السكيلتون الاضافي او الزياده، تمام؟ دون بقى اللي بيبقى مختص بالاطراف زي ما انت شايف كده في الصوره الجميله دي. شايفين ده الهيكل العظمي كله، خلاص؟ الاكزيال سكيلتون اللي هو عظم الجمجمه بالعمود الفقري بالضلوع زي ما انت شايف كده، انا سايبه لك ابيض زي ما هو، ما علمتلكش عليه. جيت لك على الابنديكولار سكيلتون او السكيلتون الاضافي او العظم الاضافي، الجزء الاضافي بمعنى ادق، خلاص، وعملته لك باللون الاخضر اهو، وبعدين فصلته لك اهو لوحده في الصوره الثانيه. ملاحظ ان هو تقريبا بيتكون من ايه؟ والله ده بيتكون زي ما انت شايف كده من عظم الايد، اه يا دكتور، وعظم الرجلين، ايوه يا دكتور، تمام. هو دون المكون الاساسي ليه، بالاضافه طبعا لعظمه الحوض، خلاص، اسمها الهبون، وكمان عندنا عظمه لوح الكتف اسمها السكابيولا. خدتوا الكلام دون في الثانويه، تمام؟ فيبقى انت كده فهمته، طبعا هنتكلم عنهم تحت دلوقتي بالتفصيل، بس عقبال ما نخش عليهم يبقى انت كده فهمت ان السكيلتون او العظم بتاعك من الاخر بنقسمه لمجموعتين. اي عظمه انت هتمسكها في جسمك هتبقى تابع مجموعه من الاثنين دول. المجموعه الاولانيه اسمها الاكزيال سكيلتون، دي بتبقى العظم اللي موجود في محور الجسم، ماشي؟ وعلشان ما تنساهاش خالص وما تتلخبطش فيها، اربط ان الاكزيال سكيلتون العظم اللي موجود في محور الجسم موجود في المناطق الحيويه في جسمك. يعني ايه يا دكتور موجود في المناطق الحيويه؟ يعني ببساطه، هل انا لو قطعت رقبتك هتعرف تعيش؟ لا. طيب لو قطعت من صدرك مش هعرف اعيش برضه؟ طب لو من بطنك مش هعرف اعيش؟ فالعظم اللي موجود في المناطق المحوريه دي تحسه ميال على ان هو موجود في مناطق فايتال، ما ينفعش اصلا يحصل فيها اي قطع، ما ينفعش اصلا نستغنى عنها لاي سبب، عكس الابنديكولار سكيلتون. الابنديكولار سكيلتون فيه عظم كتير، ممكن في اماكن، طبعا الاماكن دي ممكن تتقطع والانسان يعيش عادي، زي مثلا الايدين، العظم اللي موجود في الايدين ده تبع الابنديكولار سكيلتون. لو انا قطعت ايدك مش انت هتعرف تعيش؟ طب لو قطعت رجلك برضو مش هتعرف تعيش؟ اه هتعرف تعيش عادي. عشان كده مسمينه الابنديكولار سكيلتون. يعني ايه؟ ده مش السكيلتون الاساسي. لو حصل فيه اي لص او فقد الدنيا عادي بتمشي زي الفل، ماشي؟ لكن تخيل مثلا في الاكزيال سكيلتون اقول لك انا هفقد عظام الجمجمه، ايوه حضرتك هتحمي المخ ازاي؟ طب بلاش، انا هفقد عظام القفص الصدري، ايوه حضرتك هتحمي الرئه والقلب ازاي وهم اعضاء بتبقى رخوه وبتتاثر بشده بالضربات، والقفص الصدري ده اللي بيحميهم، تمام؟ طب انا هتخلص من العمود الفقري، ايوه حضرتك هتتخلص من العمود الفقري، والانسان هيصلب طوله ويقف ازاي؟ فانت ملاحظ ان كل العظم اللي موجود في الاكزيال سكيلتون صعب جدا الانسان يتخلص منه، عشان ده العظم المحوري، ماشي؟ اما الابنديكولار سكيلتون، ماشي، اللي هو العظم الزياده، ممكن تقول عليه العظم الطرفي، كل الحاجات دي او كل المسميات دي بتشير لنفس الحاجه، هو عباره عن العظم بصوره اساسيه بتاع الاطراف، زي ما انت شايف كده، واللي ممكن طبعا جزء كبير منه نقدر نعيش من غيره. جزء كبير منه دكاتره نقدر نعيش ايه؟ من غيره. تعالوا بقى نشوف الكلام كده بصوره اوضح. هيبدا معاك اهو، هيكلمك عن المجموعتين اللي هو الاكزيال سكيلتون والابنديكولار سكيلتون بصوره من التفصيل دلوقتي. بيكلمك طبعا عن الاكزيال سكيلتون في الاول، وبيقول لك ايه؟ It consists of bone and cartilage that lies close to the central axis of the body. ملاحظ حاجتين في الكلام اللي هو كاتبه ده، يعني ايه الاول؟ بيقول لك it consists يعني بيتكون من البون اللي هو العظم والكارتليج. طب ما جابش سيره الليجامنت ليه اللي هي الاربطه؟ لان انا قلت لك كلمه سكيليتون غير السكيليتال سيستم. السكيليتال سيستم يعني العظم اللي هو البون والكارتليج اللي هي الغضاريف بالاضافه للليجامنت او الاربطه، كل دون كده دون السكيليتال سيستم. اما كلمه سكيليتون زي ما احنا اتفقنا بتبقى مختصه اكتر بالبون بالعظم، وطبعا علشان البون علشان يتمفصل مع بعضه محتاج يبقى متغطي في نهايه
حياته بالايه؟ بالكارتليج. فقال لك خلاص هما الاثنين دول اللي انا هجيب سيرتهم لما اجي اتكلم عن مين؟ عن السكيلتون. فبيقول لك طبعا ان الاجزاء السكيلتون ده بيتكون من البون والكارتليج، لان اتفقنا مفيش بون مفيش عظم الا وبيبقى متغطي غالبا في اخره بايه؟ بكارتليج عند النهايه بتاعته، سواء كانت النهايه اللي فوق او اللي تحت، ده في الغالب. خلاص that lies close to the central axis. يعني ايه lies close to the central axis؟ يعني التي توجد قريبه من السنترال اكسس اوف ذا بادي، اللي هو محور الايه؟ الجسم. طيب بيقول لك it includes، بدا بقى ايه؟ يديك اسامي العظم. كده كده انت تقدر تستنتجه بسهوله لوحدك. يعني مثلا لما يكلمك في السكال اللي هي الجمجمه، اي عظم موجود في منطقه الجمجمه دي يبقى تبع الاكسيال سكيلتون. يعني لما يقول لك مثلا عندك 8 كرينيال بونز، اللي هم العظم، يعني كلمه كرينيال زي ما اتفقنا قبل كده يعني حاجه مختصه بالمخ او حاجه مختصه بالدماغ او الجزء العلوي من الراس ده اللي بيبقى فيه المخ، تمام. فورمز الكرينيال كافيتي، الكرينيال كافيتي برضو اللي هو التجويف اللي بيبقى موجود في المخ. خلاص حتى هو قال لك اهو انكلوز ذا برين، وعندك 14 فيشيال بون فروم ذا فيس، يعني فيشيال بون يعني العظم بتاع الوجه. من الاخر كده عشان تريح دماغك، اي عظم موجود في منطقه الجمجمه اللي هو السكال ده تبع الايه؟ الاكسيال سكيلتون، زي ما احنا متفقين، تمام. طيب عندك الفيرتيبرال كول اللي هو العمود الفقري، تمام. طبعا انت عارف ان هو بيتكون من 33 فقره، 7 سيرفايكال يعني 7 موجودين في منطقه الرقبه، 12 ثوراسيك يعني موجودين في منطقه الصدر، 5 لمبر اللي هم موجودين في المنطقه بتاعه البطن، و4 فيوزد ساكرال بون، ماشي. عندك الساكرال بون والاربعه كوكسيجيال بون، وكده كده انت هتدرسه بالتفصيل. بس الفكره ان اي فقره من فقرات العمود الفقري او العمود الفقري كله يعتبر تبع مين يا دكاتره؟ يعتبر تبع الاكسيال سكيلتون، تمام. عندنا بعد كده الريب كيج، الريب كيج اللي هو القفص الصدري، بيتكون من دي 12، المفروض 12 زوج مش 21، لا هم 12 زوج من الضلوع، 12 زوج 12 دي مش 21 دي 12، ماشي. 12 زوج من الريبس او الضلوع، بالاضافه للاسترنم، الاسترنم اللي هي ايه يا دكاتره؟ اللي هي عظمه القص، تمام، ده الاسم بتاعها بالعربي. بالاضافه لحاجه تعرف باسم الهايويد بون. يعني ايه الهايويد بون او كما تعرف باسم العظمه اللاميه؟ بصوا كده يا دكاتره، تحت الجمجمه مباشره بيبقى فيه عظمه، طبعا هي مش تبقى متعلقه في الهواء كده، يعني بتبقى محاطه بايه بقى؟ بالاربطه وبالحنجره وغيره وغيره، بس احنا هنا بنتكلم على العظم بس. دي بتبقى عظمه زي ما انت شايف كده اهو، موجوده ايه؟ موجوده عند الحنجره بتاعتك، خلاص ماشي، فوق شويه، بنسميها العظمه اللاميه او الهايويد بون، اهي ده كده خلاص. بالاضافه ليه حاجه اسمها الاودوري اوسيكل، الاوسيكل دي بتبقى عظم صغير ودقيق جدا، بيبقى موجود فين؟ موجود في الاذن زي ما انت شايف كده، هي اللي من اللون الاخضر دي، خلاص. فهو دون يا دكاتره العظم اللي بيبقى موجود في الاكسيال سكيلتون، ماشي. انت ممكن تفهمها، مش محتاجه يعني حفظ خالص، ان انت تبقى فاهم ان السكال او الجمجمه عندك هي، بس اللي ممكن تبقى تتعب شويه في حفظها الاسامي الجديده للحاجات. يعني ان انت تبقى عارف ان العظم مثلا الموجود في السكال عباره عن كرينيال بونز، يعني عظم بيحوط المخ او خاص بحمايه المخ، بالاضافه ل 14 فيشيال بونز اللي هو العظم الثاني بتاع الوجه، خلاص، مثلا منه عظمه المانديبول او العظمه بتاعه فكك السفلي مثلا يعني، والفيرتيبرال كولن دي مش محتاجين نتكلم عنها. العمود الفقري اي فقره فيه على اختلاف مسمياتها وعلى اختلاف مناطقها تعتبر تبع الاكسيال سكيلتون. اخيرا القفص الصدري، وزي ما قلنا 21 وزي ما قلنا 12 زوج، 12 زوج من الضلوع، بالاضافه لعظمه الاسترنم، كام؟ 12 زوج، 12 زوج من الضلوع، شيل دي كده، 12 زوج 12 بس 12 زوج من الضلوع، ماشي اهو 12 زوج من الضلوع، هي مكتوبه طبعا خطا في كتاب القسم، بتبقى مكتوبه 21 بس هي 12 زوج من الضلوع عشان انت عندك 24 ضلع، ماشي. بالاضافه لعظمه الاسترنم، بالاضافه يا دكاتره لمين؟ لعظمه الاسترنم، لعظمه القصف دون اللي هو بيكون الريب كيج او القفص الصدري. عندك برضو الهايويد بون، الهايويد بون زي ما اتفقنا العظمه اللاميه هي دي صورتها طبعا، خلاص. وعندك طبعا برضو الاوديتوري اوسيكل، ده عباره عن عظم بيبقى موجود فين؟ موجود في الاذن، موجود في الاذن، عظم دقيق كده موجود في الاذن. تحفظ لي الحاجات اللي باللون الاخضر دي علشان تبقى عارف ايه بالظبط اللي موجود في الاكسيال سكيلتون. تعالى بقى يا دكتور نخش على الابنديكولار سكيلتون باختصار وبدون ما تتعب نفسك في الحفظ. اي عظم غير العظم اللي احنا ذكرناه تبع الاكسيال سكيلتون يعتبر تبع مين؟ الابنديكولار سكيلتون. فهو بيقول لك طبعا انكلود البونز اوف حاجه اسمها البيكتورال جيردل. كلمة بيكتورال جيردل دي يا دكاترة يعني الحزام، كلمة جيردل دي زي الحزام، وبيكتورال يعني حاجة متعلقة بالصدر، فكلمة بيكتورال جيردل دي اللي هو الحزام الصدري. قصده ايه؟ قصده شايف كده اللي عندك العظم بتاع الايدين يا دكاترة، العظم بتاع الايدين زي ما انت شايف كده، علشان يمسك في المنطقة بتاعة الصدر بيمسك عن طريق الحزام، بيمسك عن طريق حزام نسميه البيكتورال جيردل. عظم كده بيصل الصدر مع عظام الطرف العلوي، زي مثلا عظمة لوح الكتف، عظمة لوح الكتف اللي موجودة ورا دي، خلاص؟
عندك برضو الابر ليمب، الابر ليمب اللي هو الطرف العلوي اللي هو العظم بقى اللي موجود في ايديك، والبلفيك جيردل زي بالظبط البيكتورال جيردل اللي هو الحزام اللي بيصل الطرفين العلويين او ايديك يعني مع منطقة الصدر. خلاص كذلك برضو عندك البلفيك، كلمة بلفيك يعني حاجة متعلقة بمنطقة الحوض. شايفين يا دكاترة العظمة بتاعة الهيب بون دي؟ ماشي، العظمة بتاعة الهيب بون اللي هي عظمة الحوض دي مسؤولة عن انها توصل الطرف السفلي منك اللي هو رجليك بالايه؟ بالمحور بتاع الجسم بتاعك. وعلشان هي زي ما انت شايف كده داير ما يدور، فزي ما تكون شبه الحزام. كذلك برضو الامر هنا. وعندك برضو اللور ليمب، اللور ليمب طبعا اللي هو العظم اللي موجود في رجليك، وزي ما انت شايف طبعا الصورتين اللي بالعظم اللي باللون الابيض ده هو الاكزيال سكيلتون، والعظم اللي باللون الاخضر اللي انا مطلعه لك في صوره كده لوحده هو ده يا دكاتره يعتبر الابنديكولار سكيلتون. تعالوا بينا يا دكاتره نخش على عنوان جديد عندنا الا وهو الكلاسيفيكيشن اوف البونز. يعني ايه كلاسيفيكيشن اوف البونز؟ كلمه كلاسيفيكيشن دي يا دكاتره يعني التصنيف، تصنيف البونز. طيب انت دلوقتي عايز تصنف البونز، يعني ايه اصنف البونز؟ يعني انا هقسمها، هقسمها لمجموعات اصغر. خلاص طيب بناء على ايه؟ قال لك احنا عندنا حاجه من اتنين بنقسم عليها او بنقسم على اساسهم. الحاجه الاولانيه ان يكون عندك كلاسيفيكيشن او تصنيف اكوردنج تو ذا شيب. يعني ايه ذا شيب؟ يعني على حسب شكل العظمه. على حسب شكل العظمه بدانا نقسم العظم اللي موجود في الجسم. دون كان ايه يا دكاتره؟ دون كان التصنيف الاولاني. في تصنيف تاني اهو عشان يبقى برضو خدت الموضوع على بعضه اهو. التصنيف التاني يا دكاتره بيبقى اكوردنج تو ايه؟ الاستراكشر، التركيب. يبقى احنا لما حبينا نقسم العظم قسمناه على حسب حاجه من اتنين، اما على حسب شكل العظم وده هنتكلم عنه بالتفصيل ونشوف المجموعات اللي اتقسم ليها، او على حسب الاستراكشر او التركيب بتاع الايه؟ بتاع العظم. طيب تعالوا نبدا في الاولانيه يا دكاتره الا وهي ايه؟ التصنيف اكوردنج تو مين؟ اكوردنج تو الشيب او الشكل بتاع مين؟ بتاع العظم. طبعا يا دكاتره دون الهيكل العظمي بتاعنا. انا جايب لك الهيكل العظمي دون علشان نبدا نشوف تصنيف البونز او العظم عندنا according to الشيب او according to الشكل. طبعا زي ما احنا عارفين هنبدا نشرح على السكيلتون اللي قدامنا دون او على النموذج اللي قدامنا دون الموضوع بصوره عامه، ثم هنقرا المذكره مع بعض وهنفهم الكلام بالتفصيل كلمه كلمه. طيب قال لك العظم احنا عايزين نقسمه على حسب الشكل. طيب هتقسمه لكم مجموعه؟ ام قال لك انا هقسم العظم لو هنقسمه على حسب الشكل لست مجموعات. ايه هم الست مجموعات؟ اول مجموعه اللونج بون، عظم الطويل. تاني مجموعه الشورت بون، العظم القصير. تالت مجموعه يا دكاتره الفلات بون. ايه الفلات بون دون؟ العظم المسطح، الفلات بون. ما تقلقوش هنشوف دلوقتي على السكيلتون كل واحده من دول. وكمان الريجولار بون، العظم الغير منتظم الشكل. ماشي، وكمان عندنا حاجه اسمها النيوماتيك بون، العظم اللي ليه علاقه او اللي بيبقى مفرغ ومتعبي هواء. هنفهم برضو دي معناها ايه. وعندنا اخيرا حاجه اسمها سيسامويد بونز، ودي بتبقى عباره عن عظم مرتبط بمفاصل معينه في الجسم. طيب تعالوا نبدا باول مجموعتين عندنا الا وهي اللونج بون والشورت بون. طبعا زي ما هو واضح من الاسم اللونج بون ده هيبقى عظم طويل في الجسم. طيب ايه اشهر مثال على العظم الطويل؟ دلوقتي احنا لو قدامنا ده السكيلتون وقلت لك فين العظم الطويل، انت بعينك هتطلعه، هتقول لي والله العظمه مثلا اللي موجوده في الايد دي تعتبر تبع العظم الطويل، العظمه اللي موجوده في الرجل دي تعتبر تبع العظم الطويل. من الاخر هو حط لك شرط جميل قوي عشان تعرف العظم الطويل. ببساطه اي عظمه طولها بيبقى اكبر من عرضها تعتبر تبع العظم الطويل. اي عظمه بيبقى ليها اند فوق واند تحت، او نهايه فوق ونهايه تحت وما بينهم وصله كده، دي نقدر نطلق عليها لونج بون. فمثلا تعالوا ناخد مثلا البون دي كده كمثال على اللونج بون ونبص عليها. شايفين يا دكاتره العظمه اللي قدامنا دي؟ دي العظمه اللي بتبقى موجوده في دراعك من فوق، بيسميها عظمه الهيومرس. بيسميها عظمه ايه يا دكاتره؟ الهيومرس. ماشي، ده الاسم بتاعها بالمصطلح الطبي اسمها عظمه الهيومرس. خلاص طيب، او الهيومرال بون، ما علينا من الاسم. انت لو بصيت عليها تمام، ليه احنا قلنا على العظمه دي انها تعتبر تبع اللونج بون؟ لان زي ما انت شايف اولا العظمه دي الطول بتاعها اكبر من العرض، كلام جميل. ثانيا ان ليها تو اندز او نهايتين زي ما انت شايف كده، اهي النهايه الاولانيه اهي يا دكاتره، والنهايه الثانيه اهي، وما بينهم الايه؟ الوصله دي زي ما نقول اهو. شايفين؟ فالعظمه دي تعتبر ايه يا دكاتره؟ مثال على اللونج بون، مثال على اللونج بون. في شويه ديتيلز او تفاصيل هنعرفها
لما نيجي نقرأ المذكرة مع بعض، علشان دي محتاجة رسم أكثر إيه توضيح. طيب كده إحنا فهمنا حتة اللونج بون وخدنا مثال عليه. طيب عايزين يا دكتور نشوف مثال على الشورت بون. هقول لك عينيا، تعالوا نرجع كده سوا. آدي السكيلتون بتاعنا، العظم الصغير طبعا على النقيض تماما من اللونج بون، بيكون حجمه صغير جدا وطوله تقريبا مش موجود، طوله صغير جدا لانه الشورت بون عظم قصير، وبيوجد في مكانين اساسيين، وهم دول الاماكن اللي مذكوره عندك في الكتاب ومهم تبقى عارفهم وحافظهم. تعالوا نشوف اول مكان كده، تعالوا نكبر الايد اهو، شايفين يا دكاتره في الايد اهو، اللي انت شايفه قدامك دي ده المنطقه بتاعت مفصل الريست او مفصل الايد، شايفها؟ شايف العظم الصغير ده مثلا، دي او دي او دي او دي او دي او دي او دي، كل العظم الصغير اللي انت شايفه قدامك ده يا دكتور بنسميه كله على بعضه، كل العظم الصغير ده بنسميه الكربل بون. وعلشان مش تنساها ما تتلخبطش فيها، انت دخلت كليه طب اللي مليانه مذاكره وقاعده على الكتاب، فانت يا ابني في كرب تفتكر منها كلمه كربل بونز. كربل بونز ايه الكربل بونز؟ دي عباره عن شورت بون، عظم قصير موجود في مفصل ايه؟ في مفصل الريست. موجود فين؟ في مفصل الريست او عند مفصل الريست كده اللي هو مفصل الايد. شايفين يا دكاتره الفرق ما بين العظم الصغير دون وما بين العظمه اللي احنا لسه شايفينها سوا اللي هي اسمها الهيومرس، العظمه الطويله او اللونج بون، فرق شاسع جدا ما بينهم في الطول. فالاولانيه تعتبر تبع اللونج بون، والتانية تعتبر اللي هي قدامنا دلوقتي تبع الشورت بون، تمام؟ ودول كانوا أول مجموعتين. طيب عظيم جدا، تعالوا نرجع. آدي الهيكل بتاعنا العظمي. كده احنا خلصنا اللونج بون والشورت بون وفهمنا الفكرة بتاعتهم. المثال برضو التاني عشان نبقى خلصنا الفكرة دي تماما، ليه الشورت بون زي ما اتفقنا موجود في رجلك بقى. عظم صغير كده في رجلك، ازاي؟ آدي القدم أهي، نكبر. شايفين يا دكاترة العظم ده؟ مثلا العظمة دي أو العظمة دي. شايفين العظم ده أو العظمة دي؟ ده عظم صغير موجود في رجلك، عظم صغير موجود في رجلك. العظم ده يا دكاتره بنسميه التارزل بونز، ماشي؟ برضو عظم كتير بنسميه التارزل بونز، بنسميه ايه يا دكاتره؟ التارزل بونز. ومسمينها تارزل بونز ليه يا دكاتره؟ لان هي دي اللي موجوده في القدم او في الرجل، ورجل حضرتك من الاعضاء المهمه جدا علشان التوازن بتاعك، فكلمه تارزل يعني حاجه ليها علاقه بالتوازن، فتارزل بونز العظم اللي ليه علاقه بالتوازن، لان زي ما انت شايف كده هو ماسك المنطقه بتاعه الكعب عندك، تمام؟ فده مثال تاني لمين يا دكاتره؟ للشورت بون. طيب تعالوا بقى ندخل على الفلات بون، ماشي؟ ايه العظم المسطح ده او الفلات بون؟ يعني ايه عظم مسطح؟ والله الفلات بون زي ما هو واضح من اسمه، كلمه فلات بون يعني ايه يا دكاتره؟ يعني العظم المسطح. طيب قبل ما نشوف المثال عليه، لما انا اقول لك فلات بون تتوقع ان هي تكون تخينه ولا رقيقه ورفيعه؟ لا طبعا تكون رقيقه ورفيعه، فبتبقى ثن. ثن يعني ايه؟ يعني بتكون رقيقه يا دكاتره، مش تخينه، مش سميكه، وبتتميز كمان انها بتبقى فلاتند. فلاتند زي ما تقول مبططه كده، خلاص؟ شبه زي ما تقول ايه؟ شبه الطبق كده. وغالبا بتبقى منحنيه، غالبا بتبقى منحنيه، او بنقول عليها كيرفد، يعني غالبا بتبقى منحنيه. طب شوقتنا يا دكتور، ادينا مثال بقى عليها. قال لك اشهر الامثله على الفلات بون العظم بتاع الجمجمه. تعالوا كده مثلا، دي عظمه من عظم الجمجمه، تعالوا ناخدها لوحدها كده. شايفين يا دكاتره العظمه دي مثلا؟ تعالوا كده نبص عليها اهو، نبص عليها من ورا اهو. شايفين يا دكاتره العظمه دي؟ اولا ثن، يعني ايه ثن؟ ثن يعني رقيقه او رفيعه، مش تخينه، ماشي؟ تاني حاجه تتميز انها ايه؟ تتميز انها كيرفد، ماشي؟ شايف متنيه ازاي، واخده تنين، وهي وباقي عظام الكرينيال ريجون او العظام اللي بتغطي المخ تتميز ان هي كلها بنفس الايه؟ بنفس الخصائص دي، ان هي بتتميز انها رفيعه او ثين فلات، وكمان بتتميز ان هي ايه؟ فيها كيرف بسيط كده زي ما انت شايف كده، او كيرف او انحناء زي ما انت ايه؟ واضح قدامك اهو. طيب ولو لاحظت احنا قلنا او صنفنا العظم اللي بيبقى بالشكل ده تبع الفلات بون، لان انا مش ينفع اصنفه تبع اللونج بون ولا الشورت بون. ليه يا دكتور؟ لو انا جيت اقول شورت بون، شورت مين دي؟ كبيره جدا، انها تكون شورت بون كبيره جدا، خلاص؟ طيب اقول انها تبع اللونج بون؟ ما ينفعش، لان انا قلت لك اللونج بون دي بتبقى ليها تو اندز او نهايتين وفي وصله ما بينهم، فاكر الوصله دي بنسميها الشافت على فكره، خلاص؟ طيب اما دي لا هي تبع اللونج بون ولا هي نافع تبقى تبع مين؟ تبع الشورت بون، فاديناها تصنيف لوحدها وقلنا عليها الفلات بون، تمام؟ اشهر طبعا مثال عليها زي ما اتفقنا العظم بتاع مين؟ العظم بتاع الجمجمه اللي بيحط المخ، وادي واحده منهم اهي ومنطبق عليها الشروط اللي احنا اتكلمنا عنها، تمام؟ طيب نرجع كده. هل في يا دكتور طيب عظام تانية تبع الفلات بونز؟ اقول لك اه طبعا، تعالوا نرجع كده اهو.
من اشهر برضو العظام اللي تعتبر تبع الفلات بون عظمه القص او الاسترنم. شايفين يا دكاتره العظمه دي؟ اه دي يا دكاتره تعتبر تبع ايه؟ تعتبر تبع الفلات بون، تمام؟ مش هي وبس، امال مين تاني؟ قال لك كمان عظمه لوح الكتف، العظمه دي يا دكاتره، دي عظمه لوح الكتف، العظمه دي. تمام؟ تعالوا كده ناخدها لوحدها اهو. شايفين يا دكاتره العظمه بتاعت لوح الكتف؟ شايفين اهو من الجنب اهي. عظمه رقيقه فلات، ماشي؟ مبططه ورفيعه ثن، وبتتميز ان فيها كيرف خفيف. دي ما ينفعش نقول عليها انها شورت بون لانها كبيره جدا، وما ينفعش نقول عليها انها لونج بون. ليه ما ينفعش نقول لونج بون؟ هقول لحضرتك فين النهايتين وفين الايه الوصله اللي ما بينهم، مش موجودين. فاديناها تصنيف ثالث بجانب طبعا ان هي رفيعه جدا زي ما هو واضح كده، اديناها تصنيف ثالث وقلنا عليها الفلات بون. قلنا عليها ايه؟ فلات بون. يبقى عظمه الاسكابيولا او عظمه لوح الكتف تعتبر تبع اللونج بون ولا الشورت بون يا دكاتره ولا الفلات بون؟ هتقول لي يا دكتور تبع الفلات بون. طيب نرجع كده ونجيب السكيلتون تاني سوا. تعالوا نخش على التصنيف الرابع. قال لك عندنا عظم بنقول عليه الريجولار بون. يعني ايه الريجولار بون؟ يعني غير منتظم الشكل. لا انا عارف اصنفه اقول عليه ان هو لونج بون، ولا عارف اقول عليه شورت بون، ولا عارف اقول عليه فلات بون، ماشي؟ ده عظم غريب كده سميته الريجولار، غير منتظم، الريجولار بون. طيب مين اشهر الامثله على الريجولار بون؟ قال لك عظمه الحوض اللي هي دي يا دكاتره، نسميها الهيب بون. وطبعا الهيب بون ليها كذا جزء، ماشي؟ يعني هي ده جزء منها، وده برضو جزء من الهيب بون، وده برضو جزء من الهيب بون، ده كله كده على بعضه اسمها الهيب بون او العظمه بتاعه الحوض. تمام؟ تعالوا ناخدها كده لوحدها على جنب اهو. دي العظمه بتاعه الحوض يا دكاتره. هل دي بحجمها ينفع اقول عليها شورت بون؟ تقول لي لا يا دكتور. طيب هل ينفع اقول عليها لونج بون؟ برضو لا يا دكتور. ليه؟ هقول لك فين النهايتين وفين الايه الوصله اللي ما بينهم، مش موجودين. طيب اقول عليها طيب انها تبع الفلات بون؟ لا برضو مش هينفع. ليه؟ لان دي سميكه تخينه مش رفيعه زي ما انت شايف كده، تخينه مش رفيعه، عظمه الحوض بتاعتك تخيل دي كلها على بعضها عظمه واحده، ماشي؟ فمش نافع انها تبقى ايه؟ مش نافع انها تبقى تبع اي مجموعه من المجموعات اللي فاتت، تمام؟ طيب لما بصينا عليها لاحظنا ان شكلها زي ما انت شايف كده غير منتظم. يعني ايه غير منتظم؟ يعني هي مش مطوله مثلا او طويله ولا لها شكل معين، لا ده شكلها غير منتظم ومش ايه؟ ومش لها شكل محدد، فسميناها الريجولار بون. فسميناها ايه يا دكاتره؟ الريجولار بون. دون المثال الاولاني عندنا تبع الريجولار بونز. طيب في مثال تاني يا دكتور؟ هقول لك ايوه في مثال تاني، اللي هو ايه يا دكاتره؟ اللي هو فقرات العمود الفقري. هات كده مثلا فقره منهم اهو يا دكاتره، ادي فقره من فقرات العمود الفقري، ناخدها كده لوحدها. شايفين يا دكاتره الفقره بتاعه العمود الفقري دي؟ هل ينفع اقول والله دي تبع الفلات بون؟ هل ينفع؟ ده شايفين سمكها قد ايه يا دكاتره؟ تخينه جدا، ما ينفعش تبقى تبع الفلات بون. تمام؟ طيب اقول عليها شورت بون؟ ما ينفعش شورت بون لان الفقره كبيره مش عظمه صغيره. طب اقول عليها تبع اللونج بون؟ مش نافع اقول برضه لونج بون. ليه مش نافع اقول لونج بون؟ لان هي ملهاش النهايتين خلاص والوصله اللي ما بينهم، فاضطريت احطها تبع تصنيف رابع. ايه هو؟ الريجولار بون. ليه؟ لان هي ما نفعتش تتبع اي تصنيف من التصنيفات اللي فاتت، بالاضافه الى ان شكلها غير منتظم. شايفين الشكل اللي بتاعها غير منتظم، غير منتظم. شايفين من هنا بروز ومن هنا بروز والحته دي تخينه ومش عارف ايه، حته او شكل غير منتظم تماما، فسميناها الريجولار بون او ايه او عظم غير منتظم الشكل. تمام؟ ودي كانت المجموعه الرابعه عندنا. تعالوا يا دكاتره بقى نرجع علشان نجيب ايه المجموعه الخامسه بتاعتنا. المجموعه الخامسه اللي هيبدا يتكلم عنها سماها النيوماتيك بونز. يعني ايه النيوماتيك بونز؟ والله النيوماتيك بونز دي يا دكاتره عباره عن عظم في فراغ من جوه، والفراغ ده مليان هواء. كلمه نيوماتيك بون يعني عظم في هواء. كلمه نيوماتيك اصلا يعني حاجه فيها هواء، ماشي؟ كلمه نيوماتيك دي صفه تعني ان الحاجه دي فيها هواء، فلما اقول لك نيوماتيك بون يعني عظم فيه هواء. العظم يا دكاتره بيبقى فيه تجويف خلاص، والتجويف ده بيبقى مليان هواء. طيب ما تديني كده مثال يا دكتور علشان الموضوع يوضح بالنسبه لي. هقول لك عينيا، بص كده معايا، ادي عظمه اهي اسمها عظمه المجزله. تعالوا ناخدها كده لوحدها ايزوليت اهو، دي عظمه المجزله. بص كده لما ابص على عظمه المجزله من الجنب، ايه ده يا دكتور؟ شفت التجويف ده اهو؟ نكبر كده، شايف التجويف ده يا دكتور؟ اهو تجويف موجود جوه العظمه، والتجويف دون بيتملي هواء. التجويف دون يا دكاتره اهو بيتملي هواء خلاص. طيب يا دكتور ايه الحكمه اصلا من وجود العظم اللي من النوع دون اللي هو النيوماتيك بونز؟ الحكمه ان معظم العظم يا دكاتره اللي بيبقى فيه تجاويف، والتجاويف دي طبعا بتبقى مليانه هواء،
تعالوا كده نرجع اهو، شايفين العظمه دي موجوده فين؟ موجوده في السكال او في الجمجمه. واخدين بالكم كمان من المكان الدقيق بتاعها، انها جنب فتحات الانف. ليه؟ لان من الانف طبعا احنا بناخد الهواء او بنستنشق الهواء، فبيبقى في فتحه يا دكاتره ما بين تجويف الانف وما بين التجويف اللي موجود في العظم دون، فالهواء يقدر يعدي بسهوله. طيب ايه الحكمه من النيوماتيك بونز دون؟ معظم النيوماتيك بونز يا دكاتره بيبقى موجود في منطقه الجمجمه. ليه يا دكتور؟ علشان يخفف وزن الجمجمه، خلاص؟ لان انا لو كانت مثلا عظمه زي المجزله دي ما فيهاش التجويف وكانت كلها عظمه مصمطه، ده هيخلي وزن الجمجمه تقيل، لكن كون ان هي فيها تجويف والتجويف ده بيتملي هواء، فده بيخفف الحمل شويه على الفقرات بتاعت مين؟ بتاعت العنق او بتاعت الرقبه، خلاص؟ فالحكمه من ده او الحكمه الالهيه من ده ان ربنا سبحانه وتعالى عاوز يخلي الجمجمه سميكه وقويه وفي نفس الوقت مش تقيله، علشان الفقرات دي تعرف ايه؟ تعرف تشيلها، تمام؟ اشهر مثال زي ما احنا شفنا الايه؟ الماكسيلاري بون، العظمه دي اسمها عظمه الايه؟ المجزله، اسمها عظمه ايه؟ المجزله. انا عارف الاسامي صعبه بس معلش، واحده واحده هتبدا تتعود عليها ان شاء الله. اسمها عظمه ايه يا دكاتره؟ المجزله، عظمه المجزله. طيب كده عظيم جدا يا دكاتره، كده احنا خلصنا المجموعه الخامسه، ما عادش فاضل لنا يا دكاتره غير المجموعه السادسه من العظم. تعالوا نرجع كده سوا، ايه المجموعه السادسه؟ طيب النوع السادس عندنا يا دكاتره من العظم نوع غريب حبتين، تمام؟ ليه بقى يا دكتور نوع غريب؟ اولا النوع السادس او المجموعه السادسه عندنا اسمها ايه يا دكاتره؟ سيسامويد بونز. اسمها ايه؟ سيسامويد بونز، خلاص؟ ودي ليها خاصيه انت هتعرفها مباشره، انا مش هحتاج اتكلم عنها. طيب ايه هي الخاصيه اللي بتميزها قوي دي يا دكتور واللي هتخليني اعرفها مباشره من غير ما حضرتك تتكلم عنها؟ هقول لك، علشان افهمك الخاصيه لازم اقول لك ان العضلات اللي موجوده في جسمك بتقدر تمسك في العظم من خلال حبل بنسميه تندون، ماشي؟ تاني، العضلات اللي موجوده في جسمك بتقدر تمسك في العظم عن طريق حبل كده اسمه تندون او الوتر، تمام؟ العظمه بقى اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي السيسامويد بونز دي بتبقى موجوده جوه الوتر ده، ماشي؟ او موجوده عليه. تقولي فين الكلام ده يا دكتور؟ انا عايز افهم اكتر. هقول لك بالراحه، تعالوا كده نكبر، نجيب مفصل الركبه كده، هنبص كده على مفصل الركبه هنشوف احد السيسامويد بونز دي. العظمه اللي قدام حضرتك دي اهي، العظمه دي يا دكاتره اللي اسمها الباتيلا. اسمها ايه؟ الباتيلا. اهي الباتيلا دي تعتبر احد السيسامويد بونز. تقول لي معلش يا دكتور، هو مش لسه حضرتك قايل لي السيسامويد بونز دي عباره عن عظم بيبقى موجود في التندون او في الحبل اللي بيبقى نازل ماسك العضله مع العظمه؟ هقول لك حصل. هتقول لي طيب ما توريني كده التندون دون. هقول لك بص كده، لما نيجي نحط العضلات، بص كده يا دكاتره، شايفين لما حطينا العضلات ايه ده يا دكتور؟ اللي باللون الاخضر دي اللي هي متحدده دي كانت الباتيلا. شايفين التندون ده يا دكاتره؟ ايه التندون ده؟ التندون اللي هو الحبل اللي بيبقى في اخر العضله. شايفين العضلات دي اللي هي باللون الاحمر نازله اهي بالحبل بتاعها اللي هو باللون الابيض اللي هو التندون علشان تمسك في العظمه اهو. شايفين بقى الباتيلا، عظمه الباتيلا اللي بنتكلم عليها موجوده فين؟ اهي شايفين عند التندون، فيه موجوده فيه. شوفوا لما نشيل تاني العضلات اهو، ركزوا اهو، دي عظمه الباتيلا خلاص، وفي عضلات من فوق اهي هتنزل وهتمسك في العظمه اللي تحت دي بتندون، ماشي؟ او بحبل او بوتر زي ما تحب تقول. قول اهي عظمه الباتيلا دي موجوده في التندون ده، تمام؟ تعالوا كده نحط تاني اهو العضلات اهو، شايفين يا دكاتره؟ ادي العضلات اهي، دي العضلات اهي، العضلات اهي نازله اهي بالتندون بتاعها اللي هو اللي باللون الابيض ده علشان تمسك فين؟ في العظمه دي، تمام؟ وادي عظمه الباتيلا موجوده في التندون اهو. موجوده فين؟ في التندون. حتى بصوا كمان نوضحها اكتر واكتر اهو، نمسك كده ونحدد العضلات دي اهو يا دكاتره. بصوا كده بقى لما نعمل هايد للاذر، بصوا كده لما نخفي الحاجات التانيه او الحاجات التانيه اهو، شايفين بانت كده قوي اهو، تمام؟ بصوا كده اهو، ادي العظمتين اهم، وادي العضلات اهي، العضلات نازله عن طريق التندون او عن طريق الايه؟ الحبل اللي احنا اتفقنا عليه اللي بيمسك العضلات مع العظم اهو. شايفين ماسك العضلات دي اهو، النازل اهو وماسك مع العظم، وجوه التندون ده بتوجد عظمه الباتيلا اللي هي دي، تمام؟ بتوجد مين؟ عظمه الباتيلا، خلاص؟ العظمه دي اسمها ايه؟ باتيلا، زي ما اتفقنا. اهي الباتيلا دي تعتبر مثال على السيسامويد بونز، واحنا قلنا السيسامويد بونز الحاجه اللي هتميزها ان هي عظم موجود في تندون. موجود فين؟ في تندون. تندون بتاع ايه؟ بتاع عضله زي ما انت شايف قدامك كده. ممكن انت يجي في بالك سؤال، تقول ايه الحكمه برضو من ان ربنا سبحانه وتعالى يخلي لي في عظمه كده موجوده عند التندون دون؟ هقول لك بالراحه، المفصل اللي قدامنا ده يا دكاتره مش كان مفصل الركبه؟ ايوه، ده من اكتر المفاصل في جسمنا استعمالا، لاننا بنمشي، تمام؟ والمشي دون لازم مفصل الركبه يشتغل فيه، فاحنا بنستخدم مفصل الركبه ده بكثره، تمام؟ طيب الوتر اللي احنا اتكلمنا عنه او التندون اللي احنا اتكلمنا عنه اللي نازل من العضله ده،
لولا وجود عظمة الباتيلا دي كان هيلزق مباشرة على العظمتين دول، ماشي، اللي هما بيكونوا مفصل الركبة. فمع الحركة كان ممكن التندون دون كان ممكن التندون ده يتقطع، ودي طبعا هتبقى مشكلة كبيرة، خلاص. فربنا سبحانه وتعالى حمى التندون ده ازاي؟ ان هو راح جاي عامل العظمة اللي قدام حضرتك دي اللي هي عظمة الباتيلا او احد الايه السيساموييد بونز. عظمة الباتيلا دي زي ما انت شايف كده بيبقى الوش بتاعها الاولاني قدام الايه التندون ده، والوش التاني اللي هو ده يا دكاترة عبارة عن كارتليج، عبارة عن غضروف، ماشي. الغضروف دون بيخلي عملية الاحتكاك ما بينها وما بين العظمة دي تكون قليلة وبيسهل الحركة، تمام. فبالتالي العظمة دي اللي هي عظمة الباتيلا حمت الايه التندون ده يا دكاترة من انه يتمزق او يتقطع بفعل الايه التاني والفرد المستمر لمفصل الايه الركبة، تمام. تعالوا بقى يا دكاترة نشوف الكلام. نبدأ اول حاجة طبعا باللونج بون، طبعا مش محتاجين نتكلم ان اول كلاسيفيكيشن نبدا نتكلم عنه اللي هو بيكون اكوردنج للشيب اللي هو بيبقى على حسب الشكل. بدا معاك زي ما اتفقنا باللونج بون، قال لك ده البون ويتش اتس لينث اللي هو الطول بتاعه از جريتر ذان البريتس اللي هو الطول بتاعه اكبر من عرض، خلاص. وبيقول لك they are found in limbs، بتبقى موجوده في الايه الاطراف زي ما احنا اتفقنا. واحنا بنشرح اللونج بون انا قلت لك دي طبعا صوره العظمه اللي احنا جبناها في النموذج ال 3 دي، انا قلت لك احنا في شويه تفاصيل هنأجلها واحنا بنقرا المذكره. طيب ايه التفاصيل بقى اللي احنا عايزين نتكلم عنها؟ قبل ما نقرا الكلام، دي العظمه اللي احنا اتكلمنا عنها، ادي النهايتين، النهايه الاولانيه والنهايه الثانيه، وادي الايه الوصله اللي ما بينهم، اذا دي تعتبر تبع مين يا دكاتره؟ تبع اللونج بون. اهو اللونج بون دي يا دكاتره عايزين نشوفها بتفاصيل اكبر شويه. قال لك بص، الحته اللي فوق دي زي ما انت شايف، الحته اللي فوق دي بنسميها ايبيفيزز، بنسميها ايه؟ ايبيفيزز، ده الجزء العلوي من العظمه زي ما انت شايف كده اهو. والجزء ده برضو اسمه ايبيفيسس، كلمة ايبي يعني فوق، كلمة ايبي يعني ايه؟ يعني فوق. فالجزء ده يا دكاترة اهو اسمه ايبيفيسس، والجزء ده برضو اسمه ايبيفيسس، يبقى انت الاطراف بتاعة العظمة دي مسمينها ايه يا دكاترة؟ ايبيفيسس زي ما انت شايف، يبقى الاطراف او النهايات بتاعة العظمة الطويلة اللونج بون بنطلق عليها لقب ايبيفيسس، بنطلق عليها ايه يا دكاترة؟ لقب ايه؟ ايبيفيسس، تمام؟ الحتة الطويلة بقى اللي ما بين الايبيفيسس دي، شايف الحتة الطويلة دي؟ اهي. اللي هي الوصله اللي احنا بنتكلم عليها بنسميها ديافيزز، بنسميها ايه يا دكاتره؟ ديافيزز. يبقى احنا كده فاهمين ان النهايات بتاعه العظمه الاطراف بتاعتها بنقول عليها ايبيفيزز، ودي مهمه تبقى فاهمها. والحته الطويله دي يا دكاتره بنقول عليها ايه؟ الديافيزز. طيب انت مش شايف حته صفرة كده؟ اه، ايه الحته الصفرة دي يا دكتور؟ الحته دي، الحته الصفرة دي لو تلاحظ قريبه من الايبيفيزز فسميناها ايبيفيزيال، وعلشان هي زي ما انت شايف كده عامله زي ما تكون طبقه سميناها بليت، ايبيفيزيال بليت. طب ايه فايده الايبيفيزيال بليت؟ بصوا يا دكاتره، العظمه اللي قدامكم دي عظمه طفل لسه بينمو او لسه في مراحل النمو عنده، وطبعا العظم اللي احنا بنتولد بيه طوله بيزيد مع الزمن، تمام. طيب انت ما سالتش نفسك ازاي الطول بتاع العظم دون بيزيد، وليه لما بنوصل لمرحله البلوغ طول العظم عندنا بيثبت؟ الفضل في ده كله يا دكاتره بيرجع لمين؟ بيرجع للابيفيزيال بليد ده يا دكاتره. الابيفيزيال بليد دون بشكل او باخر انت كده كده هتاخده بالتفصيل ان شاء الله في رحلتك في الكليه، بس بصوره ملخصه بيسمح، صوره ملخصه خالص، الابيفيزيال بليد دون بيسمح ان العظمه دي تطول، تمام. تاني، الابيفيزيال بليد ده يا دكاتره اللي هو اللي باللون الاصفر ده بيسمح ان العظمه بتاعتنا تطول وتكبر، تمام، وبيدنوا سامح بالموضوع ده طول ما انت لسه في مرحله النمو، خلاص. اول طبعا ما بتوصل لمرحله بقى البلوغ بيبدا الابيفيزيال بليد ده يقفل، وعند اللحظه دي العظمه بتاعتك بتثبت عند طول معين ما بتتغيرش، ايه؟ ما بتتغيرش عنه، خلاص. يبقى احنا كده فهمنا حتى الان النهايات البعيده بتاعت العظمه هنقول عليها ابيفيزز، الوصله الطويله دي هنقول عليها ديافيزز، الابيفيزز ده تحته بليت، تحته طبقه كده بنسميها ايبيفيزيال بليت، ايبيفيزيال لانها تحت الايبيفيسز، تمام، وبليت لان احنا شايفينها طبقه كده زي ما انت شايف قدامك كده باللون الايه، باللون الاصفر ده، خلاص. طيب اهو هنيجي نقرا الكلام اهو. الايبيفيسز ماشي بتاع البونز ده عباره عن البونز ابر اند اللور اند، يعني النهايات اللي فوق والنهايات اللي تحت بتاعت مين؟ بتاعت العظم. طيب الضيافيسز ده، دي حضرتك الشافت اوف اللونج بون، يعني ايه كلمه الشافت اوف اللونج بون؟ يعني الحته المطوله دي اهو، شوف حتى ضيافيسز اهي، شوف حتى فوق ايبيفيسز اهي، شوف حتى تحت ايبيفيسز اهي، اللي هي المنطقه دي او الجزئيه دي اللي هي الحته دي، وهنا برضو الجزئيه دي اللي هي الحته دي يا دكاتره، شايفين هو مشاور عليهم؟ اي ايبيفيسز، ايبيفيسز اهي، وادي ضيافيسز الحته الطويله.
تمام. طيب في حاجه اسمها الابيفيزيال بليد، ده عباره عن بليد اوف هايلاين كارتليج. يعني ايه هايلاين كارتليج يا دكاتره؟ يعني عباره عن غضروف بيبقى رقيق او شفاف كده، زي ما يكون شبه الازاز. فكلمه هايلاين يعني زجاجي، وكارتليج يعني غضروف، فهو غضروف زجاجي لانه بيبقى رقيق كده وشفاف زي ما يكون ايه شبه الازاز. المهم ان هو بيعمل سيباريشن او سيباريتنج. سيباريتنج لمين؟ للابيفيسز فروم الدايفيسز. مش هو موجود هنا؟ فصل الابيفيسز اللي فوق عن الدايفيسز اللي هي الايه الحته الطويله بتاعه العظمه او الشافت اوف ذا بون. ماشي، الدايفيسز هي تعتبر الشافت او الحته الطويله بتاعه البون. تمام. بيقول لك ديورنج الجروينج بيريود، يعني اثناء فتره النمو بتاعتك، وي اند الاوز الجروث اوف الايه البون ان لينس، بتسمح طبعا في ان العظم يقدر يطول ويكبر مع التقدم في العمر، لغايه طبعا مرحله البلوغ زي ما اتفقنا. عندها البليد ده بيقفل خالص وبيثبت طول العظمه. تمام. طيب فاضل عندنا مصطلح اخير وهو سهل جدا، حاجه اسمها الميتافيسز. ايه الميتافيسز ده؟ من الاخر كده هي عباره عن حته في اخر الدايافيسز اللي هو الحته او الوصله الطويله، حته موجوده في اخرها هي المنطقه اللي بيتصل عندها الدايافيسز مع الابيفيسز. طيب انا لو بصيت كده، مش ده كله كده دون الدايافيسز؟ اه. والحته اللي فوق دي هي الابيفيسز؟ اه. فين المنطقه اللي اتصلوا فيها؟ المنطقه دي. اهي المنطقه دي نقدر نقول عليها ميتافيسز زي ما هو موضح كده اهو، شايف ميتافيسز زي ما هو موضح في الايه في الرسم. خلاص، دون الابيفيسز اه، والحته الطويله دي هي الدايافيسز. المنطقه اللي بيتصل فيها الابيفيسز مع الدايافيسز اهي المنطقه دي كده، دي الابيفيسز. طيب الدايفيسز اهو، دي كلها كده الدايفيسز. طيب المنطقه بقى اللي ما بينهم اللي هو بيبقى منطقه الاتصال بتاعتهم اللي هي الجزئيه دي يا دكاتره، هي دي الميتافيسز. فالميتافيسز ات از ذا ريجن، هي المنطقه وير ايه ذا ابيفيسز جوينتس ذا دايفيسز، هي المنطقه اللي بيحصل معاها التمفصل او عندها التمفصل ما بين الابيفيسز والدايفيسز. تمام. ودي كده البارتس بتاعت مين؟ بتاعت الايه اللونج بون. تمام. طيب تعالوا نخش مع بعض على مين؟ على الشورت بون. بيقول لك they have definite shape without length. يعني ايه بقى الكلام ده؟ الاول تعالى نحط تحتها كده خط. يعني ايه have definite shape without length؟ يعني بتتميز ان لها شكل محدد. definite shape without length يعني الطول بتاعها بيبقى صغير جدا، اكن ما فيش طول خالص، فهي بيبقى ليها شكل محدد، شكل يعتبر الى حد ما منظم. تمام. نقدر ايه نوصف الشورت بون بي؟ يعني مثلا في الكاربال بون اللي احنا اتفقنا انها كانت بتوجد في المعصم بتاع الايد، ماشي، او في مفصل الايد، زي ما تحسها كده زي كور كده مكوره. تمام. برضو اللي كانت موجوده في القدم من تحت، تمام، واللي احنا مسميناها التارزال بون، او حتى بيقول لك البونز فاوند ان ذا ريست اللي هي موجوده في مفصل الايد بنسميها الكاربال بونز، واللي موجوده في الفوت اللي هي موجوده في القدم بنسميها الايه التارزال بون. وانا اهو جايب لك الصور بتاعتهم ومتعلم لك عليهم. طيب نخش بعد كده على الفلات بونز، ومش محتاجين نتكلم عنها. حته الفلات بون اللي هو العظم المسطح اللي احنا اتكلمنا عنه بيتميز ان هو بيكون ثين، بيكون رفيع، فلاتند يعني مبطط كده، وبليت لايك بون. يعني بليت لايك بون زي ما يكون شبه الايه زي ما يكون شبه الطبق كده. خلاص. وبيقول لك يوجوالي كيرفد، يعني عاده بيبقى منحني زي ما احنا اتفقنا. خلاص. موست اوف ذا بونز اوف الكرينيوم زي ما اتفقنا، العظم بتاع الجمجمه اللي كان بيحوط المخ، خلاص، يعتبر فلات بون، بالاضافه للسكابيولا اللي هي عظمه لوح الكتف اللي كانت ورا ديا، بالاضافه كمان الى الاسترنم او عظمه القص. ده كله يعتبر تبع ايه يا دكاتره؟ الفلات بونز. طيب نخش بعد كده على الريجولار بونز. الريجولار بونز زي ما اتفقنا هو عظم غير منتظم. خلاص. they are the bones that have no definitive shape، ملهاش اي شكل منتظم. تمام. ملهاش اي شكل منتظم، شكلها زي ما احنا اتفقنا ايه غير منتظم. ومهم قوي تبقوا عارفين الامثله عشان الام سي كيو. طبعا اشهر مثال عليها الهيب بون اللي هي العظمه دي يا دكاتره، عظمه الحوض، بالاضافه للفرتبرا اللي هو الايه الفقرات بتاعت مين؟ العمود الفقري. طيب دخلنا بعد كده على النيوماتيك بونز. النيوماتيك بونز زي ما احنا اتفقنا دون العظم اللي كان بيبقى فيه تجاويف مليانه هواء. فبقول لك ذيس بونز كونتين كافيتيز، يعني تحتوي على تجاويف، فيلد وذ اير، بتبقى مليانه بالهواء. طيب they are mainly located around the nasal cavity، يعني المكان الاساسي بتاعهم بيكون حوالين مين؟ حوالين النيزل كافيتي او تجويف الانف، زي ما احنا خدنا. واشهر مثال عندنا المجزله، فاكرين عظمه المجزله اللي كانت هنا، وده تجويف الانف. والحكمه ان هم يبقوا قريبين جدا من تجويف الانف يا دكاتره، ان الانف زي ما احنا عارفين بنستنشق منها الهواء، ففي هواء بيعدي فيها، فبيكون العظم ده يا دكاتره ليه منافذ، ليه ايه؟ ليه منافذ كده او فتحات في تجويف الانف علشان تسمح ان الهواء اللي احنا بنستنشقه جزء منه يعدي يملى التجاويف اللي في الايه في النيوماتيك بونز ده. تمام. او في العظم اللي بيبقى فيه تجاويف دي.
خلاص، زي عظمة المجزلة. عظمة المجزلة فيها تجويف، فتقوم علشان تملى التجويف ده بالهواء تعمل ايه؟ تبقى قريبة من النيزل كافيتي او من تجويف الانف. ليه؟ علشان انا لما استنشق هواء بيبقى في فتحة كده ما بين تجويف الانف او النيزل كافيتي وما بين الكافيتي او التجويف اللي موجود في العظمة، ففي الهواء بقى يعدي من النيزل كافيتي ويروح يملى التجويف بتاع ايه؟ بتاع العظمة. طبعا زي ما احنا اتفقنا او زي ما احنا شفنا، اشهر العظم اللي بيحصل فيه الكلام ده المجزلة، بالاضافة لعظمة اسمها الفرونتال بون والاثمويد بون. ماشي، الفرونتال بون دي اللي بتبقى موجوده قدام، والاثمويد بون دي بتبقى موجوده هنا اهو في المنطقه دي، بالاضافه للسفينويد بون. السفينويد بون دي عظمه الوتد، دي عظمه يا دكاتره عشان نشوفها لازم نشق الجمجمه كده من فوق علشان نقدر نبص عليها. باختصار هي عباره عن عظمه، لان طبعا كل الكلام ده انت هتاخده على مدار دراستك في السنين اللي جايه بالتفصيل الممل. خلاص، فالاثمويد بون دي يا دكاتره، او سوري، السفينويد بون دي بتبقى عباره عن عظمه بنسميها العظمه الوتديه او عظمه الوتد. دي بتبقى عظمه في نص الجمجمه كده، لو شلناها عظم الجمجمه كله هيتفكك من بعضه. تمام يا دكاتره، مهم قوي تعرف لي الامثله دي، المجزله واحنا شفنا صورتها وفهمنا عليها اصلا، والفرونتال بون عظمه بتبقى موجوده قدام، والاثمويد بون تبقى موجوده في المنطقه دي، بالاضافه للعظمه الوتديه او السفينويد بون. ماشي، السفينويد بون. طيب، بيديك ملحوظه كده انت هتلاقي نفسك فاهمها من غير ما انا اتكلم، بيقول لك ذا اير فيلد كافيتيز ان ذيس بونز، يعني من الاخر كده الكافيتيز او التجاويف اللي موجوده في العظمه اللي احنا لسه متكلمين عنه اللي بتتملي بيه الهواء بنسميها بارانيزال ساينس. يعني ايه بارانيزال ساينس؟ كلمه بارا يعني بجانب، ونيزل يعني حاجه متعلقه بالانف. تمام، بارانيزال ساينس، ساينس زي ايه؟ ما تقول ايه، زي تجويف كده. خلاص، فبنسميها بارانيزال ساينس ليه؟ لانها بارا يعني بجانب، ونيزل يعني الانف، لان العظم اللي بيحتوي على التجاويف دي بيوجد جنب الانف، زي مثلا عظمه المجزله اللي كانت موجوده في المنطقه دي. خلاص، او بيوجد قريب من النيزل كافيتي او تجويف الانف، فبنسميها بارا نيزل وساينس علشان هي فيها تجاويف، والتجاويف دي بنقدر نملاها بالهواء. زي مين؟ زي المجزيلاري اير ساينس، ماشي، زي مثلا الفرونتال اير ساينس، زي الاثمويد اير ساينس، زي السفينويد اير ساينس، وهكذا. كل اللي هتاخده هتاخد او كل اللي هتعمله هتاخد اسم بس العظمه خلاص اللي فيها الاير كافيتي، وتروح جاي ضايف له كلمه اير ساينس علشان تدل ان هي تبع البارا نيزل اي ساينسز. تمام، يبقى كل الاير فيلد كافيتيز ان ذيس بون بنسميها البارا نيزل ساينسز. خلاص، يعني البون دي المنطقه او الكافيتي بتاعها اللي بيتملي هواء بنسميه ساينس، بنسميه ايه يا دكاتره؟ ساينس، بنسميه ساينس. والله في المجزله بنسميها مجزيلاري اير ساينس، والله في الفرونتال بون نقول عليها فرونتال اير ساينس، والله في الاثمويد بون نقول اثمويد اير ساينس. تمام، وهكذا. يبقى احنا كده فهمنا الفكره العامه. مثلا صوره زي اللي قدام حضرتك دي كده عظمه المجزله، وده التجويف، وده التجويف يا دكاتره بتاع العظمه. يعني دي كده عظمه المجزله وده التجويف بتاع العظمه. العظمه اسمها المجزله. طيب التجويف او الكافيتي اللي بتملي هواء نقول عليه المجزيلاري ساينس. طيب لو انا كنت جايب لك صوره للفرونتال بون وبعدين جبت لك التجويف اللي فيها، التجويف اسميه ايه؟ اسميه فرونتال ساينس او فرونتال اير ساينس، كلاهما صواب، وهكذا. تمام، طيب ما عادش فاضل عندنا دكاتره غير مين؟ غير السيسامويد بون. السيسامويد بون زي ما احنا اتفقنا اشهر مثال عليه طبعا عظمه مين؟ الباتيلا، اللي بتبقى موجوده عند مفصل ايه؟ الركبه. هو بيقول لك they are seed like bony nodule. seed like يعني زي ما تكون شبه الحبايه، خلاص، bony nodule embedded inside the long tendon muscles، بتبقى موجوده داخل او مزروعه جوه التندون بتاع مين؟ بتاع العضلات. خلاص، طيب طبعا بتبقى ان كلوز ريليشن تو سيرتن جوينت، يعني في علاقه مع ايه؟ مفاصل معينه. يعني بقول لك الكلام ده بيبقى موجود في مفاصل معينه زي مفصل الركبه يعني. طبعا they prevent الفريكشن اوف التندون وذ الجوينت، يعني هو بيمنع عمليه الاحتكاك ما بين الجوينت زي كان مفصل الركبه وما بين التندون بتاع العضله اللي هو الحبل بتاع العضله. اند فاسيليتيت الموفمنت، وبيسهل عمليه طبعا مين؟ الموفمنت. اشهر مثال عندنا الا وهي عظمه الباتيلا الموجوده في الني جوينت او الموجوده في الركبه. اهو يا دكاتره، دي طبعا عظمه الباتيلا اهي، وشايفين صوره ثانيه ادي التندون اهو، ودي عظمه الباتيلا اهي. خلاص، العظمه دي بتحمي التندون من هو يتقطع. خلاص، هي دي البريفنت الفريكشن، تمنع الاحتكاك يعني ما بين التندون وما بين الجوينت او المفصل بتاع الايه؟ الركبه. بالاضافه انها فاسيليتيت الموفمنت، بتسهل عمليه الحركه جدا يا دكاتره. بعد ما خلصنا يا دكاتره تقسيمه العظم على حسب الشيب بتاعها او على حسب الشكل بتاعها، تعالوا يا دكاتره ندخل على التقسيمه الثانيه، الا وهي الكلاسيفيكيشن اكوردنج تو الاستراكشر. يعني ايه الاستراكشر؟ يعني على حسب التركيب بتاعها. تمام، ودي اسهل من اللي فاتت خالص. احنا هنا هنقسم العظم على حسب التركيب بتاعه، بيتقسم لنوعين اتنين مالهمش تالت. ايه هما النوعين؟ اما ان العظم بتاعك يكون مصمت فبنسميه كومباكت بون. يعني ايه مصمت يا دكتور؟ يعني من الاخر عظم ما فيهوش فراغات. ايه ده يا دكتور، هو العظم ممكن يبقى فيه فراغات؟ لو فيه فراغات في الحاله دي بنسميه سبونجي بون. تمام،
علشان تبقى الصورة أوضح بالنسبة لك، أي عظم في جسمنا في منه جزء بيبقى كومباكت أو مصمت ما فيهوش أي فراغات خالص، وفي جزء تاني بيبقى سبونجي أو فيه فراغات. هتقول لي يا دكتور ممكن توضح لي الكلام ده علشان أفهم أكتر؟ هقول لك هنبص دلوقتي سوا على النموذج اللي 3D وهنفهم الكلام بصورة أوضح، ولكن عقبال ما نفتح النموذج دلوقتي سوا يهمني تفهم ان كلمه كومباكت بون يعني عظم مصمت ما فيهوش اي فراغات نهائي، ما فيهوش فراغات خالص، تمام؟ اما كلمه سبونجي بون، سبونجي بون يعني عظم فيه فراغات، عظم فيه فراغات. هوريك برضو صوره لغايه ما نفتح النموذج سوا. شوفوا كده الصوره دي يا دكاتره، دي هنا دي كانت عظمه وانا خدت فيها قطاع، خدت قطعتها بالعرض كده. شايفين الطبقه الخارجيه مصمته ازاي؟ ما فيهاش اي فراغات، فبنقول على الطبقه الخارجيه انها تعتبر تبع الكومباكت بون، تمام؟ بينما الطبقه الداخليه زي ما انت شايف كده فيها فراغات، شايف الفراغات دي يا دكاتره؟ دي الفراغات دي مخليه نوع العظم اللي انت شايفه قدامك ده سبونجي بون. فالفرق الجوهري والواضح ما بين الكومباكت بون وما بين السبونجي بون ان السبونجي بون بيكون فيه فراغات، بينما الكومباكت بون بيكون مصمت ما فيهوش اي فراغات خالص. وقلت لك طبعا ملحوظه مهمه جدا علشان لما نيجي نشوف النموذج دلوقتي ال 3 دي، ان اي عظمه في جسمك، اي عظمه في جسمك وليكن العظمه اللي موجوده في ايدك، العظمه اللي موجوده في ايدك دي يا دكتور بتتكون من النوعين سوا، يعني هلاقي فيها كومباكت بون؟ اه. هلاقي فيها سبونجي بون؟ اه عادي جدا. ولكن الفرق ايه بقى؟ الفرق ان الكومباكت بون بيبقى غالبا واخد الطبقه الخارجيه من العظمه، بينما السبونجي بون بيبقى غالبا واخد الطبقه الداخليه، او هو اللي بيبقى بيكون الطبقه الداخليه من العظمه. طبعا لما نبص سوا دلوقتي على النموذج ال 3 دي الكلام هيوضح خالص خالص خالص. بص كده معايا يا دكتور، ادي يا دكتور النموذج بتاعنا، تمام؟ ده النموذج الايه؟ ال 3 دي بتاعنا. طيب تعالوا مثلا على العظمه دي، العظمه اللي اتفقنا اهي، العظمه اللي موجوده في الايد، وتعالوا ناخد فيها يا دكاتره قطاع بالعرض ونكبر ونشوف يا ترى هنلاقي ايه. ادي يا دكاتره قطاع بالعرض في العظمه زي ما انت شايف كده، طبعا ده الجزء الخارجي اهو زي ما انت شايف من العظمه، طبعا ده هنا الشيث او الغلاف اللي بيغلف العظمه، مش مهم الكلام ده، وطبعا دي برضو الاوعيه الدمويه اللي موجوده على العظمه، طبعا برضو الكلام ده كله ما يهمنيش، انا جايب لك القطاع العرضي في العظمه اللي انت شايفها قدامك دي علشان نشوف فين السبونج بون وفين الكومباكت بون. انا قلت لك ان العظم اللي موجود في جسمك بيحتوي على النوعين عادي جدا، بيحتوي على النوعين عادي جدا، الكومباكت بون والسبونج بون. ولكن الفرق ما بين السبونج والكومباكت ان السبونج ده بيبقى فيه فراغات، بينما الكومباكت بون بيبقى مصمت ما فيهوش فراغات، تمام؟ فزي ما اتفقنا ده قطاع عرضي في عظمه، تمام؟ طيب الطبقه الخارجيه زي ما اتفقنا بتبقى كومباكت بون. تقول لي فين الكلام ده يا دكتور؟ هقول لك تعالى كده نبص سوا. شايفين يا دكاتره الطبقه دي؟ اه يا دكتور. الطبقه اللي قدام حضرتك دي هل انت شايف فيها اي فراغات؟ لا، دي كلها مصمطه اهي زي ما انت شايف، ما فيش اي فراغات، كلها مصمطه، ماشي؟ فدي كومباكت بون ودي الطبقه الخارجيه من العظمه، ماشي؟ اللي هي دي يا دكاتره، خلاص دي كلها كده تعتبر ايه؟ تبع الكومباكت بون. تقول لي يا دكتور طيب فين بقى السبونج بون؟ السبونج بون هي الطبقه الداخليه اللي هي دي يا دكاتره، بصوا كده اهي اللي هي دي، شايفين الطبقه دي زي ما انت شايف كده فيها فراغات، شايفين الفراغات؟ ماشي اهو، مثلا شايفين الفراغات دي، نكبر كده اهو، شايفين الفراغات دي يا دكاتره؟ شايفين اهو، شوفوا الفرق بين دي ودي، شايفين العظم هنا كومباكت، كومباكت مفيش اي فراغات، بينما العظم الداخلي دون فيه فراغات سبونج بون. فالعظم اللي موجود في جسمك لما بتيجي تمسك العظمه بيبقى الجزء الخارجي من العظمه يتميز ان هو كومباكت، بينما الجزء الداخلي زي ما انت شايف كده يتميز ان فيه فراغات، فبنقول عليه سبونج بون. اهو بصوا كده لما نصغر 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 اهو، شايفين ادي العظمه اهي، احنا واخدين فيها طبعا قطاع عرضي، الجزء الخارجي منها كله اهو ده يعتبر ايه؟ يعتبر كومباكت بون اللي هو ده، شايفين ده كل كده دون الكومباكت بون، ما فيهوش فراغات نهائي. طيب امال السبونج بون؟ السبونج بون يا دكاتره هو اللي موجود هنا، اللي هو العظم اللي انت شايفه قدامك ده اللي هو بيكون فيه الفراغات، خلاص؟ طيب يبقى اللي بره هي الكومباكت بون، اللي جوه هي السبونج بون يا دكاتره. تقول لي امال ايه اللي في النص ده يا دكتور؟ ده حضرتك البون مارو اللي هو نخاع العظم، اللي هو مين يا دكاتره؟ نخاع العظم، بيبقى موجود في نص العظم وبيبقى مسؤول عن تصنيع كريات الدم الحمراء وكمان كريات الدم البيضاء اللي موجوده في جسمك، تمام؟ يبقى انت كده فاهم ان نخاع العظم اللي موجود في نص العظمه من جوه خلاص متحاوط اولا بالسبونج بون اهو زي ما انت شايف كده، اللي هو العظم المخوخ، حلو المخوخ دي او اللي فيه فراغات، تمام؟ ثم بعد كده بالكومباكت بون او العظم اللي هو زي ما انت شايف كده ما فيهوش اي فراغات خالص، تمام؟ يبقى الطبقه الخارجيه من اي عظمه موجوده في جسمنا بتتميز انها كومباكت، بتكون ايه؟ كومباكت. يعني ايه كومباكت؟ يعني بتكون طبقه مصمطه ما فيهاش فراغات، عظم عظم، تمام؟ بينما تليها طبقه سبونجي، سبونجي بون مسمينها الطبقه او العظم الاسفنجي سبونجي بون، لان هو بيبقى ايه؟ مخوخ او فيه فراغات زي ما انت شفت كده، شايف مثلا الفراغات دي، شايف مثلا شايف في فراغات، ماشي؟ مش مصمت زي ده، مش مصمت زي دي، شايف الفراغات دي مثلا مش مصمت زي ده، تمام؟ وطبعا في منتصف العظمه بيوجد ايه؟ البون مارو. طيب عظيم، يبقى انت كده فهمت الايه الفكره يا دكتور.
اهو تعالوا كده يا دكاتره سريعا بقى نشوف الكلام. بيقول لك الكلاسيفيكيشن اكوردنج طبعا تو الاستراكشر على حسب التركيب. طبعا عندنا النوعين، الاولاني الكومباكت بون العظم المصمت، والثاني السبونجي بون تمام العظم اللي بيبقى فيه فراغات او سبيسز. بدا يكلمك في الاول عن الكومباكت بون. طيب هتكلمني عن الكومباكت بون حضرتك هتقول لي ايه؟ هقول لك ات فورمز ذا اوتر لاير اوف ذا بون، زي ما احنا اتفقنا هو اللي بيكون الطبقه الخارجيه. الطبقه الخارجيه دي يا دكاتره ليها اسم اسمها الكورتكس. فبيقول لك ان الكومباكت بون هو المسؤول عن تكوين الطبقه الخارجيه اللي اسمها الكورتكس اوف ذا بون. كلمه كورتكس، كورتكس يعني الغطاء او القشره الخارجيه، دي معنى كلمه كورتكس. فانا لما اقول لك كورتكس اوف ذا بون المقصود بيها الايه؟ الجزء الخارجي من العظمه. بيتكون من مين يا دكاتره زي ما اتفقنا؟ من الكومباكت بون او العظم الايه؟ المصمص. تمام. طيب بعدين ات از ريسبونسبل فور طبعا ايه؟ السترينث اوف ذا بون، مسؤول طبعا عن تقويه العظمه، ان العظمه تبقى قويه وناشفه، لان هو عظم مصمت لا يحتوي على اي فراغات خالص، فبيبقى عظم قوي ومسؤول عن العظمه تبقى قويه. تمام. It is dense، كلمة dense يعني كثيف أو سميك. With no visible spaces، هي دي الكلمة اللي تهمني، إن ما فيهوش أي فراغات. تمسكه وتبص عليه بعينك ما تلاقيش إيه؟ أي فراغات. طبعًا on naked eye examination يعني لما تبص عليه طبعًا بالإيه؟ بالعين المجردة ما تلاقيش فيه أي فراغات. وطبعًا الرسمة الجميلة دي أو الصورة الجميلة دي موضحة لك الفكرة. آدي حضرتك هتبص هتلاقي بره الكومباكت بون أو العظم المصمت، تمام؟ وهو بيمثل الكورتكس أوف ذا بون أو الطبقة الخارجية من العظم، مهمة أوي حتة الكورتكس دي. تمام. طيب مين اللي بيليه؟ بيليه طبعًا مين؟ السبونجي بون. طيب تعالى كده ادي يا دكتور السبونج بون، ايه الحاجه اللي بتميز السبونج بون واللي هبص عليها اول ما اجي اقرا كلمه سبونج بون؟ بص بص، ات انكلوزز لارج سبيسز، دي هي دي الحته اللي تهمني، ان هو بيبقى فيه سبيسز كتيره جدا، وبتبقى طبعا فيلد ويز الريد بون مارو، بتبقى مليانه بالبون مارو او نخاع العظم اللي بيبقى مسؤول طبعا عن انتاج كريات الدم اللي هي دكاتره الحمراء والبيضه في جسمنا. تمام. السطر الاولاني ده يعني ملوش لازمه قوي، بيقول لك ات از ميش وورك، كلمه ميش وورك يا دكاتره يعني زي ما يكون شبكه. تمام. زي ما انت شايف بسبب الفراغات اللي فيه ده عامل زي ما يكون شبكه، خلاص. اوف بوني سبيكيول، كلمه بوني سبيكيول يعني زي ما تقول ايه؟ كلمه سبيكيول يعني زي شوكه او 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 حته بارزه. تمام. فحته بوني سبيكيولز دي زي ما يكون شوك كده عظميه. طيب هل لي لازم السطر ده اشطب عليه ولا اكنك شايفه؟ عادي جدا، الفكره انك تعرف ان السبونج بون مهمه، هي دي الحته اللي تهمني، بيبقى فيه لارج سبيسز، خلاص، بيبقى فيه مسافات، والمسافات دي طبعا بتبقى مليانه بمين؟ بالبون مارو اللي هو النخاع العظم والمسؤول عن انتاج كريات الدم الحمراء والبيضاء في جسمنا. تمام. طبعا الملحوظه بعد كده اللي هيقولها لك دي انت عارفها اصلا، بيقول لك يعني فيها ان معظم العظم في جسمنا الطبقه الخارجيه بتاعته بتتكون من الكومباكت بون، والطبقه الداخليه بتبقى سبونج بون. اهو بيقول لك موست بونز يعني معظم العظام اوف ذا بودي بتاعه الجسم هاف ا بيزك ستراكشر يعني عندها تركيب اساسي، اوف ان اوتر ريجون يعني المنطقه الخارجيه، اوف كومباكت بون، اوف ايه يا دكاتره؟ كومباكت بون، يبقى المنطقه الخارجيه اللي هي الكورتكس من الاخر بتتكون من الكومباكت بون، اند الانر ريجن اوف السبونج بون، والطبقه الداخليه بتتكون من مين؟ من السبونج بون. تمام. طيب عظيم، تعالوا نخش بعد كده على ايه؟ على الاكزامبل، امثله، هيبدا يديك بقى امثله. بيقول لك في الاكزامبل اول حاجه بالنسبه للونج بون، طبعا بيقول لك الشافت بتاعتنا كونسيستس اوف الكومباكت بون. تمام. يعني الشافت بتاعتنا، الشافت اللي هي الجزء الطويل ده او الدايفيسز اللي احنا اتكلمنا عنه، تمام، بيتكون طبعا من ايه؟ من كومباكت بون، بيتكون من كومباكت بون، الجزء الخارجي بتاعه من كومباكت بون زي ما احنا متفقين. طبعا فورمينج سلندر يعني بيعمل حاجه شبه الاسطوانه، مش كلام كله عادي يعني، ذات سراوندز ا سنترال كافيتي كولد الميدولاري كافيتي. من الاخر هو نفس الكلام اللي احنا قلناه، بس كل الفكره اهو نفس الكلام احنا قلناه، يعني هو مثلا خد الشافت اهو وراح جاي مطلعها لك بره، طبعا مشاور لك قايل لك دي كومباكت بون على الطبقه الخارجيه دي، طيب والطبقه اللي فيها فراغات دي قال لك ده السبونج بون، والسبونج بون ده يا دكاتره بيبقى محاوط مين زي ما احنا متفقين؟ محاوط المرو اهو، اللي هو دي الطبقه دي اللي هي المرو او البون مرو. طبعا البون مرو زي ما انت شايف كده موجود في تجويف، تمام، التجويف ده بيبقى محاط بالسبونج بون وبعدين محاط بالايه؟ بالكومباكت بون. تمام. التجويف ده هو ده الميدولاري كافيتي اللي هو بيكلمك عليه. تمام. فكده انت فهمت حته فورمينج سلندر ذات سراوندز سنترال كافيتي، يعني بيحوط سنترال كافيتي اللي هو التجويف اللي موجود في النص، كولد الميدولاري كافيتي، بنسمي الكافيتي ده يا دكاتره الميدولاري كافيتي، والميدولاري كافيتي ده هو اللي بيحتوي على البون مرو او اللي بيحتوي على نخاع العظم. طبعا دي العظمه واحنا واخدين فيها قطاع بالطول. تمام. الجزء ده يا دكاتره او المنطقه دي اللي هي الحته المفرغه اللي في النص دي شايفها، هي دي الايه؟ الميدولاري كافيتي. تمام. الحواف بقى بتاعتها اللي هي دي ودي هو دون الكومباكت بون اللي موجود في الشافت بتاعتنا. من الاخر الاكزامبل بتاع اللونج بون زيها زي باقي البون، الطبقه الخارجيه زي ما احنا متفقين كومباكت، ثم تليها طبقه سبونجي، والطبقه السبونجي دي بتحوط كافيتي او تجويف يحتوي على ايه؟ على بون مارو. تمام. التجويف او الكافيتي ده يا دكاتره اسمه ايه؟ اسمه الميدولاري كافيتي. تمام. طيب بعدين جايب لك ملحوظه بسيطه خالص، بيقول لك والله ذا اند اوف اللونج بون
اللي هو النهايات بتاعه اللونج بون، يعني النهايه دي او النهايه اللي تحت دي يا دكاتره مالها النهايات بتاعه اللونج بون يا دكاتره؟ بتتكون من السبونج بون بصوره كبيره قوي، بس كالعاده السبونج بون هو الطبقه الداخليه تمام، وانما الطبقه الخارجيه هي كومباكت بون، او حتى بيقول لك سراوندد باي ثين لاير اوف كومباكت بون، يعني من الاخر كده الطبقه الخارجيه عادي كومباكت بون ما فيش اي مشكله، والطبقه الداخليه سبونج بون، ولكن في النهايات زي ما انت شايف كده النهايه دي والنهايه دي بيكون السبونج بون كبير قوي وكتير قوي، كل اللي انت شايفه الفراغات اللي انت شايفها دي يا دكاتره هنا وهنا برضو ده كله سبونج بون. فبيقول لك يعني باختصار ان السبونج بون عند نهايات العظم الطويل او اللونج بون بتكون الطبقه كبيره جدا جدا جدا، بينما طبقه الكومباكت بون بتكون طبقه خفيفه وموجوده فوق، عشان كده احيانا الكسور بتبقى موجوده في رؤوس العظام بصوره اسهل، لان السبونج بون بيبقى موجود بصوره اكبر، ماشي، الكومباكت بون بتبقى طبقه رقيقه، ولكن ستيل ولكن ما زال الطبقه الخارجيه كومباكت بون، الطبقه الداخليه سبونج بون، ما تنساش الحته دي مهمه جدا 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 جدا، تمام؟ طيب عظيم جدا الكلام ده يا دكتور. فاضل بعد كده عندنا لما نتكلم على الفلات بون، خلاص انفلات بون زي مثلا السكال، مش محتاجين بقى يعني احنا خلاص فاهمين يعني ايه لونج بون ويعني ايه فلات بون، لسه واخدينهم لما قسمنا العظم اكوردنج تو الشيب. يقول لك والله السبونج بون ده فيه ملحوظه، ايه الملحوظه بقى؟ الملحوظه انت عارف طبعا زي ما احنا متفقين ان العظم عندنا الطبقه الخارجيه منه بتكون ايه؟ بتكون كومباكت بون، وبعدين بتليها طبقه داخليه من السبونج بون. في حال العظم بتاع الجمجمه او في حال الفلات بون عامه بيبقى الوضع مختلف شويه، ازاي يا دكتور الوضع بيبقى مختلف؟ بيقول لك انت بتبدا بطبقه كومباكت بون، ماشي، الطبقه الخارجيه كومباكت بون، مفيش مشكله، تحتها بتبقى في طبقه سبونج بون، الطبقه التي تليها سبونج بون، حتى الان ده العادي، لكن اللي مش عادي ان تحت السبونج بون بيبقى في كمان طبقه كومباكت بون، يبقى اذا الطبقه الخارجيه خالص بتبقى كومباكت، والطبقة الداخلية خالص بتبقى كومباكت، وما بين الطبقة الخارجية وما بين الطبقة الداخلية بيوجد السبونج بون. عشان كده هنا بيقول لك ذا سبونج بون، ماشي، از ساندويتشد، يعني ايه ساندويتشد؟ عامله شبه الساندويتش، عارف انت لما تجيب ساندويتش همبرجر مثلا بيبقى ايه؟ بيبقى الطبقه الخارجيه اللي هي العيش بتاع الهمبرجر من فوق، والطبقه بتاعه تحت الهمبرجر من تحت، وفي النص بيبقى فيه بقى المحتويات، كذلك الامر، ادي طبقه الهمبرجر من فوق، ماشي، انت فاهم حته ساندويتش دي اللي هي طبقه الكومباكت بون اللي فوق، والجزء الهمبرجر او الفينو اللي موجود تحت، ماشي، وما بينهم بقى الحشو، الحشو هنا بيبقى عباره عن سبونج بون، او ان كلمه الساندويتش دي المقصود بيها انها موجوده ما بين طبقتين من الايه؟ من الكومباكت بون، وهي اللي موجوده في النص زي ما تكون شبه الساندويتش، اهو بتوين بليتس، يعني بتوين زي ما نقول كده رقائق من الايه؟ من الكومباكت بون، اهو زي ما انت شايف شرايح او رقائق من ايه؟ من الكومباكت بون، هي دي الملحوظه اللي موجوده في الفلات بون. يبقى معظم العظم اللي في جسمنا، معظم العظم اللي في جسمنا يا دكاتره بيتكون من طبقات كومباكت بون وطبقات تانية سبونج بون، الطبقه الخارجيه دي قاعده دايما بتبقى كومباكت بون، الطبقه الداخليه بتبقى سبونج بون في معظم العظم، تمام، الا في العظم الفلات بتاع الجمجمه دي الاكسبشن او الاستثناء، بتبقى في الطبقه الداخليه بتبقى سبونجي، تليها طبقه ايه؟ تليها طبقه كومباكت تانية، الكلام ده مش موجود في العظم التاني، مش موجود مثلا في اللونج بون، في اللونج بون تبقى طبقه كومباكت عاديه تحتها طبقه سبونجي وخلصنا، بعد الطبقه السبونجي بقى بيبقى في الميدالري كافيتي اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو ده يا دكاتره واللي بيحتوي على البون مارو، تمام؟ وحتى لو جبناها اهو تاني في النموذج ال 3 دي، وادي طبعا يا دكاتره اهو مثلا دون مثال او قطاع في اللونج بون، بيبقى عندك الكومباكت بون اهو دي الطبقه الخارجيه من العظمه، تليها السبونجي بون اللي هي الطبقه الداخليه زي ما انت شايف اللي انا معلمها لك باللون الاخضر، خلاص وبعدين بيحوطوا كافيتي او تجويف بيحتوي على البون مارو او نخاع العظم، شايفين ده نخاع العظم، شوفوا انا لو عملت له هايد او خافته هيبان لي التجويف اللي احنا بنتكلم عليه، شايفين يا دكاتره التجويف ده؟ فيبقى الكومباكت بون اهو ثم السبونجي بون، ماشي، وفي تجويف هو ده الميدالري كافيتي، الميدالري كافيتي ده كان بيحتوي على مين؟ على نخاع العظم او الايه او البون مارو يا دكاتره، تمام؟ عظيم جدا يا دكتور. وكده يا دكاتره احنا خلصنا الجزئيه بتاعتنا وخلصنا الايه الشابتر بتاع البون. توفيق يا دكاتره.